Ich gut. شيء ما يضحكش راهو. بنتي سي علاء. سامحني عندك بنية في العمر هذا ما تعرفهاش؟ هذي ما نعرفهاش الجملة هذي. شنو؟ لا يعني ما تعرفش البنية هذي شكون؟ أقسم بالله لا عمري ريتها في حياتي. هي باش تقدم لك نفسها، تفضل مدام. نسيت نونو ولا نرمينا خير يظهر لي تذكرني هكا اكثر نرمينا نرمينا ايامات نرمينا وايامات سكايب وايامات منظر 205 كان نسيتو منظر منظر شكون منظر منظر 205 اللي كنت تهزني ليه يظهر لي كان قهوه منظر 205 ابار هذا شكون مش ما يراوكش العباد معايا ما يراوكش العباد معايا ما نعرفهاش اقسم بالله لا عمري لا 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 والله ما نعرف هكا يا جعفر انت شكون وين تسكن انت؟ شويه نسيت جمله وين نسكن نسيت جمله وين نسكن انت قداش عمرك ساعه انت؟ تذكر شنو نتذكر انت شكون؟ انت توا بركه قلت العباد تغلط وسافواغ شكون باش يجي نغلط مع الناس كل انت ما نغلطش معك كلها اسمعني اسمعني ظاهر انت فاهم وما حبيتش تجي كيما قلت 80% من الانتوراج نتاعك قال لك ما تجيش ولا لا قال لك ما تجيش ولا لا قال لي الانتوراج نتاعي مؤنث هو قالوا لي ما انت شكون يا شويه انت بيك دخلت بعضك توا شبيك دخلت بعضك شويه كلمة واو تدخلش بعضك تكلم تكلم تفضل مدام قلت لي استاذ علي جعفر القاسم نقول انا شكون ولا تعرفني انت ساعه تو نعرفك انا تفضل عرف انت شكون هذي جعفر جعفر بالحق اي باهي شباش باهي انت مدام ولا مدموزيل قول انت شكون معناتها انا صاحبته جعفر هو كنت ولا كنت صاحبته شو قلت قلت صاحبته اي انا نعرف راجل معرس وبصغار وتو اي فوالا اكزاكتوم هذاك ايش حبيت نقول اي اي فهمتك تو شنو اللي فهمت راه فهمني معاك ياك هاو تو نصلحوا الماضي و... ونحطوا اليد في اليد وننظر للغد الافضل ويجي نقفل تونس انا وياك نقفل تونس انا وياك اللي يشوفك ما نعرفهاش تعمل الخير اسمعني اسمعني ما نعرفهاش الجمله من جد جعفر شو شو لا 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 علي بالحق باش نحكي انا هذه ما نعرفهاش الجمله راه اي اي فوالا انا انا جاي قدام تونس الكل باش نتبلى عليك هدي مثلا هدي لا لا يا عايش اختي لحظه لحظه اي تفضل احترمي روحك ساعه احترمي روحك على الاخر انا هذه ساعه ما نعرفهاش اي اي فوالا قول لي ما نعرفهاش وما يتعداش الكلام هذا خاطر ما نعرفهاش وهذه تتبلى اقسم بالله نترزى ميمتي لا نعرفها ولا ريتها في حياتي نترزى وليداتي لا عمري ريتها لا عمري حكيت معاها مدام انت مني انت معرفتك بجعفر القاسمي شنو هي بالضبط؟ هاني قلت لك كنت صاحبته فيه صاحبته يا كنت صاحبتك كنت صاحبتك وقفت معاك قدام من مره ما توا كي وليت فلوس وشهره وتلافس ولا غادي ما نعرفش شنو هي شوفت معايا قداش عمرك مدموزيل؟ 23 زون 23 وقتاش وقفتي معايا انت 23 زون وقفتي معايا ما يسالش قول اللي تحب عليه ما يسالش قداش عندك تعرفوا جعفر انت مدموزيل يا معلم استنى لا لا ما نعرفهاش بالمجد لا لا والله سي سيريو لا مش سي سيريو هذا راهو انت قداش عندك تعرفوا جعفر ملي عمري 18 18 وين عرفته اي ملي عمري وين عرفته سامحني عرفتك في دحدحه لا لا في كتكوت في كتكوت وين عرفته عرفته في قهوة في قهوة وعلاش مستدعيته انت لهنا اليوم؟ على خاطر ما حبش يستعرف يستعرف ليش يستعرف؟ اللي انا كنت صاحبته اللي انا صاحبته يا سي اسمعني اسمعني انا نعترف هكا اي انت كنت صاحبتي تليفون قدام المرة بدلته يا بنتي قدام المرة نكلمك تعلق عليه وتقول لي ما يسالش استنيني شوية ما يسالش اصبر معايا شوية محصور وقتها محصور استنيني شوية اسمعني بالله اسمعني لا لا هذا السيناريو
لا لا بوت سيناريو شو جعفر؟ لا لا تعرفني لا 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 جعفر انت صاحبي انت تعرفني ولا يا بون تحب نعديه ولا ما نعديش؟ ما يتعداش يرجع لك انت اوكي لا ما يتعداش اما لا جوست عليه خايف من شنيا باش ما يتعداش نحب نعرف هذه تتبلى هذه طفله تتبلى في الدنيا هذه باش نتبلى على جعفر القاسمي اي ديجا جعفر قلت انت قبيليك فما شكون ينجم يجي يحب يتبلى اي هذه اي يا مادموزيل انت بالك تتبلى على الراجل وحتى حتى من حيث البنيه الجسديه ما تجيوش مع بعض بيك انت جعفر تبارك الله برك الله معناتها وانتي انا وليت هكا من ديبرسيون ديبرسيون ولا ديبرسيون اللي نخزر حالتي كيفاش وليت خل سايبنا من هذيك هذا شبيه شبيه شقال شقال يا ولد هكا يا جعفر شبيك يا معلم ايه مصدوم الراجل يا اخي سبحان الله ما تخيلهاش يرى فيك بعين كبيره جعفر فوالا لحظه برك يا جعفر شكون اي هذا 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 كنت تنجم مادموزيل بينك وبينه هو خلى شو خلى كلمه في التليفون هاوي يعلق هاوي يبدل نمره تغلط معاه الراجل نقول انا ولا تقول انت ما نعرفش قول لي هذه شنو مش فهمت هذه حلو هذه احكي لي قول لي حلو حلو ها حلو شنو شعرك مجبود ما كانش قبل ما كنتش تجي في شعرك تبدلت عليك آه تعرفها دونك جعفر اي تو باش نجبدلها شعرها انت لا 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 شكوني هي هذه هي شكون لا 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 مش من نصوص المستوى شكوني هذه كل استنى جعفر لا لا استنى استنى وسع بالك وسع مع المراه شو فدلكم مع المراه لا نثبت مع المراه باش تثبت مع المراه ايه لا جيت انا ما عمري ما عملتها يودي فتاه هذه هذه طارت نشد الحبس نخرج لقى كيس بالارن ديجا هاو قانون طلع جديد اي لا 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 23 زون عندنا نسخه بطاقه تعريفها عندنا تو لي كوردوني ورسكنت اما هي ذميمه وبرا باهي اسمعني لالا جعفر شوف كان فما حكايه اللي لموها لهنا برجولي علي انت كان فما حكايه اللي لموها لهنا والله بالحق لا لا ما قل لي يتعدى يتعدى ما يتعدى ما يتعداش ما نعرفش يا علي علي عندي راهو تصاور وعندي مساجات بون وايامات سكايب يظهر لي سكايب ها للصباح عند الصحفيه ديجا وريتها تصاور وريتها المساجات الكل تحب نجيبهم شفاء هي عطيتها وشافتهم شافتهم معناها كان تحب نجيبوا التليفون ويشوفهم هو كان انسان انا ما نخبيش عليك السيبورني موجود عندنا موجود عند الجورناليست دونك اش قلت لي اش قلت اي فما تصاور فما دي ميساج وصور انتيم شويه انتيم لا ما نجمش نعديهم هي ما يثبت العلاقه بينك وبينها هذا هذا اللي قالته هي انا باش نسكر الموضوع في اقل من ثلاثة أربعة دقائق اي لموه كان نجموا لموه لموه هي لموه والله لموه خايف ها شنو خايفة لا لا بالعكس انا حبيتك ملي انا صغير حبيتك من اللي كنا نقرأ مع بعضنا ما فيك حاجة سبيسيال على الأخر قلت هذه هي ديجا الكلام هذا كنت تقول لي فيه معناه هاي هذه هذه هي قلت أنا ما نجمش نعيش من غيرها وإن شاء الله تقبل يتحل الهم هذا جعفور فنان لا فنان راهو تزليط هذا اللي تعمل فيه بون كوبي الأولاد قصوا الكاميرا الكل باهي شوف جعفور طفلة تبلى بالرسمي ولا ده ولا ده. اقسم بالله العلي قلت لك نترز زميمتي هاتي الفتاة لا نعرف شوف يا علاء انا ماني قلت لك زلطت اما مش معايا هذه نحكي لك قبل انا زلطت نكمل لك يا ودي شكون شريوز جدي يا مان ودي صلي على النبي قلت لك بالحق نحكي لك راه انت تصور يا جعفر تصور شنو وريني تصور هات نجيبوهم وريني خويا تصور وريني شفاء شفاء جيب السيبور اللي عندك جيب السيبور اللي عندك كل خلينا نشوفوا بالك تريكاج والمساجات عملت لهم دي كابتور شو المساجات عملت لهم دي كابتور عملت لهم دي كابتور عملت لهم دي كابتور معناتها انا ما عندي ما نعملش خلينا نفضوا مع هالموضوع ما تحشتي بيك انت نرجعوا للتصوير نحكي لك بعدك نرجعوا للتصوير باهي مادموزيل شنو هي طالبه بالضبط انت؟ ديفينيتيفمون
كاميرا كاشي قلبه انه يستعرف اقسم بالله كاميرا كاشي لحظه لحظه يستعرف بشنو سمحت اللي انا صاحبته اللي انت صاحبته شو طالبه منه وي انا شو بقول لك ماك صاحبتي وما نعرفكش وما عندي بك حتى علاقه كيما كنا اوكي الراجل معرس وعنده قبل الشهره وقبل التلفز وقبل ما الفلوس وقبل كل شيء نرجعوا كيما كنت مدللها سي علي كنت مدللها والله اسمع يتفدلكوا عليكم الزوز ولا فريق العدو لا بالمستحيل لا يتفدلكوا عليا بربي جماعه في الريجي قاعدين يتفدلكوا اقسموا بالله قلت لك وراس ولادي لا نعرفها لا ودي باش ما غلطتش معاها البنيه هذه يا ولدي لا انا لا ما ثم حاجات نش نقولهم لك انا تو يا ريتني انا قلت لك عندي كعبتين شر في حياتهم عملتي ثم كعبتين شر في حياتي عملتهم انا صغير كعبتين شر باهين 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 طلبت السلاح تنجم تكون هذه منهم لا لا قديم 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 الزمان في قديم الزمان في العصر الحاضر لا لا يا ودي ليه لا هي البنيه شنو عامله لها انا هذه والله ما انا ما نعرفهاش هي ابارامون ممثله حليلتها وانا حاسه كاميرا كاشي لا برجوليه علي لا مالها كان كاميرا كاشي جعفر اي ما نجيبكش لهنا نعملها خارج استوديو انتيكا الحكايه هذيك ما عاد سي دي باسي يا خويا اش بيكم اش ما فهمتش انا ما انا خويا ما شنو مطلوب انت شنو تحبي تو نرجعوا كيما كنا نرجعوا كيما كنا سي بون كبرتك وصغار يا ودي ما نعرفش كيما كنا كيفاش انا كيما كنت وكيفاش سامحني كيما كنا كيفاش وين تحبوا يطلقوا هذاك ولا وين مشينا وين اعطيني اماره واحده وين مشينا يا اخي انا قلت لك منظر هكا حتى منظر ما عادش منظر منظر شو منظر 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 صاحبك ما تعرفوش باهي خليني نعطيك معلومه انا عمري لصحبة واحد اسمه منظر هو عمره لصحبة واحد اسمه منظر انا عمري عمري ترى معايا مره واحد منظر منظر العابد تحيه ليه منظر العابد من قبل يا اخي انت ها كل شيء خاطيك لا تعرف إيه مين ولا تعرف منظر ولا تعرف مدام مدام مش فيك تجي مدام كلامك الاخراني شنو هي بالضبط خلينا ننهيو الموضوع نرجعوا كيما كنا ما يسهلش راه اللي هو معرس تقف مادموازيل اقف جعفر أي. اقف جعفر قلت لك نرجعوا كيما كنا تقبلها وترجعوا كيما كنتوا اصحاب نعم ام لا؟ نرجعوا كيما كنا نرجعوا كيما كنا نرجعوا كيما كنا بشرط هي تبدل طبيعتها اي فهمتني وما عادش تقول لي صب لي اللايت بالحق اي وما عادش تلعب ببجي في الليل خاطر اكل بتاع ونرجعوا كيما كنا ما نعرفهاش مرتك تتفرج حاجتي بيكم بعد تتقابل انت وياها المره هذي تتقابل انت وياه تتقابل انا وياه في الخير كذا طولة طولة مدام قال لك ما نتقابلش انا وياك شوي ديزولي انا ما نخرج كان مراه راه انا ما نخرج كان مراه يا جعفر لحظه شنو هي؟ ما نخرج واخر شويه ما نخرج كان مراه ما تخرج كان مطرح انا مش جايه وني باش نلعب راني لا لازم يقابلني باش فعلي صحيح ما لقيت معها حتى حل معناه هذا الحل الوحيد تحكي بجدك ولا تفدلك مادموازيل سامحني علي علي باش نفادلك انا ما عندي ما نعمل يا جعفر شوفها منك ليها انت هاك باش تبدل رايك نقابلها صغيره هذه اهلا وسهلا انت شكون؟ انا صاحبتك اهلا بيك شو برا على روحي امشي الكل شكون امشي الكل جعفر اقعد جعفر امشي الكل الطفله هذيك شكون شكون نحكي معاك برجوليه برجوليه اللي استدعاتك ماهيش هي به توا ثم ثم حاجه تفرح وثم حاجه تخوف مع تمرخ ثم حاجه توا فيلم رعب يا جعفر توا به اللي تعدى حتى شيء قديش عمرها الاخرى سيدي؟ 40 في الليش 40 هذه ما تنجم تكون بعد اذنك ومع احترامي لها كارثه من كوارث صغرك يا هذه تو تنجم تتكلم
توا تنجم تتكلم بالحق لو صاحبي. شوفوا معايا شكون اللي استدعى. شوفوا معاك تفضل سيدي. هو أو هذه تعرفها يا جعفر ولا لا؟ هذه ولا باش تنكر كي الأخرى؟ لا هذه و... لا هذه واش بيك داخل بعضك يا جعفر؟ هذه أنا نعرفها. وين تعرفها؟ المرأة هذه ما نعرفش، أما نعرف وجهها مش غريب علي، أما نعرفها. الحق يا ربي. والله جدك تحكي؟ أقسم بالله أنا وجهها مش غريب علي. حسب رايك فما كارثه في الطريق ولا وجهها مش متاع كارثه؟ والله بالحق وان شاء الله تطلع خويا. علاه الاخرى وجهها متاع كارثه؟ الاخرى مش وجهك، الاخرى كارثه كارثه. تعم باس يا الاخرى. نرجع كما كنت. هاي مدام قلت لي استدعى لي جعفر القاسمي، ان شاء الله خير ان شاء الله. شد إن... عندك يا جعفر تفضل. انا جعفر القاسمي، انا ام جسم. جسم اي ام جسم اي ام جسم أم جسم أي أم جسم. أنا اليوم ما جبتكش دي فارغة، ما جبتش ورد باش نكرمك وباش نقول للناس الكل يمكن اللي عملته معايا أنا تسمى حاجة بسيطة جملة بارابور اللي عملته مع عباد الأخرى. مي بالنسبة لي أنا كان كبير برشا 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 يا جعفر. اليوم ما جبتلكش ورد، ما جبتلكش حاجة باش نهديها لك، ما جبتلكش دعوة بابا اللي يجي إلك، جبتلك دعوة لأم المحروقة اللي بالحق أم جاسم اللي جاتكم ما رديتهاش. أنا اليوم جبت لك شهيد ولدي. شو أقول لك يا جعفر؟ أعطيتني القوة وأوصي. يكون حاجة بسيطة على الأخر بالنسبة لي كانت مي حاجة كبيرة، ويعرفوها الدكاترة اللي نحكي عليها، الدكتورة شري، الدكتورة زراع، دكتور بوعلي يعرف الجسم شنو مرضه باش مر ولدي والمراحل اللي مر بها واللي مازال يمر بها، والحمد لله في طب باهية تويك، وإن شاء الله ربي هو كل ستة أشهر يعمل كنترول وكل. مي باش نفرحك ونقول لك جسم جسم يرجع يقرا وما شاء الله جاب من الاوائل وجاب معدل متفوق، وجبت لك شهيد جسم والمديره متاع المدرسه معايا، والتكريمات اللي تكرمتها من المعتمد كلكس ومن اللي درجه هويه من السيده المديره كلها نهديها لك انت، وباش نقول لهم الشخص اللي خل عطاني الدعم وقفني على ساقية وقال لي تفضل. اللي انا وقت اللي جيت ودقيت عليه الباب ما نعرفوش ما نعرفش عائلته اصلا، كلمني قال لي الو مدام فينك؟ قلت له في صالح عزيز. قال لي اش قاعد تعمل؟ قلت له قاعد نحط في الثلج لولدي. وقتها ولدي السخانه نتاعو 42 ما حبتش تهبط، تعب من الاشعه، تعب تعب على الاخر. قال لي مدام انت باش تعد على الحصه وتهنينا معاك، وقال لي فادي مازال ما يعرفش يعني. نشكرك خويا برشا والله يفضلك. انا حسب ما حكاو لي كيفاش عاونت بالملايين، انا سما مبلغ بسيط يكون اقل مبلغ مديته لجاسم، ما هي اقل مبلغ شوف شنو نتيجته، وان شاء الله ولدي ربي يشفيه وان شاء الله يا ربي نكمل في مسيرتي. نهار دقيت عليه قال لي مدام شو تحب انت اطلب؟ النهار هذاك سامحوني نهار عيد ميلاد بوه، طلبوا بوه طلبوه على اساس باش يقولوا كلام. قال له ولدي امان ام جاسم. انا ولدي انا فخوره اني ام جاسم. ولدي توك نادوا لي المراه القويه، المراه المناضله، المديره تقول لي في كلام وعطتني عطي الكلام ذو الاولياء درس، تقول لهم اخزر المناضله، اخزر الاوليه هذه شنو قاعده تعملها مع ولدها؟ ما مش لقوش ما يعرفوش شكون ورايا، ما يعرفوش شكون اللي ساعدني، شكون اللي خلاني هكا.
يعرفوا المرض هذايا راهو صعيب برشا مهما تكون مهما نكون انا شنو مستوايا ولا شنو نملك كل المرض هذا راهو ليه مصروف ليه فلوس الكل. جعفر الجسمي قال لي مدام اطلب تلقى قدامك. باهي جعفر يبكي، مديرة المدرسة تبكي، الجمهور هذي كله يبكي. تعرفوا على شنو يبكي ولا؟ يبكي على سعدك يا فاعل الخير. والله حاسدك يا جعفر، أقسم بالله العظيم حاسدك حتى في بكيتك. تعرف علاش؟ خاطر نتمنى نعيش الموقف اللي عشته أنت هذايا وانا في بلاستيك. صحيح بذيك فدلكنا وبدلنا جو، اما كنت نتمنى ناس تقول لي الكلام اللي قالوه لك ليك انت. هاك الحزن الايجابي راه مش الحزن الخايب، والله صدقني شفت كي تبدل حياه عبد رغم اللي تقال كلمات في جعفر وضرب تحت الللللل. ما تتصوروش اللي تعمل فيه الراجل هذايا على خاطره عاون الناس ومازال يحب يعاون الناس. تي الراجل ممثل، تي الخير والبركة، يصور لباس الحمد لله، يعمل مسرحية، يعمل برنامج تلفزي، يعمل اللي يحب. أنا نعرفه جعفر بالقداء إنسان مبدع، يعمل اللي في مخه يجيب مئات الملايين. مش هذا الراجل مضحي بحياته صدقوني بصغاره وبمرته وبولاده باش يعاون العبيد اللي يعرضوا في الشارع اللي أنا الحق متاع ربي معناتها تجوزت معناتها الفنان الممثل اللي قدم في عمل فني إلى أكثر من الفنان اللي قدم في عمل إنساني سانسيرمون. تجوزته جعفر، فتو. خلنا نحكي لك شوية. أنت علاش تبكي ساعة؟ أنا فاهمهم الكل علاش يبكي، أما أنت ما فهمتش. الله 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 لا يشفي أم، الله لا يشفي أبو على ظناه. آه وي أمين. أنا عرفت قيمة الوالدين أكثر وقت اللي جبت الأولاد. أصعب وجيعة في الحياة بعد وجيعة الحرقة الإنسان يتحرق هي وجيعة الأولاد. الأولاد صحيح. يحز في نفسي اليوم أنه مازال عندنا في تونس حاجة اسمها دار المسنين. معناتها ولد يهز بوه وامه لدار المسنين. انا بابا وامي عينيا. ربي يفضلهم لك. وبابا ربانا من اللي صغار راجل عظيم ياسر، ضحى ياسر، تعب ياسر، ثم حاجات مش بتاع التلفزه. ضحى ياسر. وضعيات الكل اللي عشناهم، ضحى ياسر ياسر ياسر، وكان راجل ربانا على مبدا اسمه من اين لك هذا؟ واحنا تعبين على الاخر. تجيب زربوط يقول لك منين الزربوط هذاك، تجيب قلم مانيكور يقول لك منين المانيكور هذاك، تجيب اي حاجه يقول لك منين هذاك. اسمه يلزمك تربي ولدك من الصغر على من اين لك هذا باش كي يكبر ما يسرقش، ما يمدش يده على رزق الناس. انا غلطت في برشا حاجات، اما عمري بالعمر لا سرقت ولا خطفت ولا كليت جرام حرام. انا بكيت لانه اللي عملته المرأة هذه اليوم بالنسبة لي أنا راهو أنا تعب برشا نفسيا، تعب برشا من كل حد بنوصوا بضربوني. نعم كنت نحكي ضربوني وسرقوني نعم. شوف كل ما تعزم باش تعاون، باش تعطيكم معلومة للناس يتفرجوا الليلة الكل، أنت قرر النهار باش تعاون حد 80% يجيو يقولوا لك اسمعني، يقولوا لك الخير ما عادش يتعمل. كنت تقول فيه 80% كان مش اكثر و10% مقسومين تاع واحد عاون تاع الاخر يسكت. انا عندي ايمان انه لو كان كل واحد يعاون انسان بجنبه البلاد هذه ولدها درس، ولدها تصدمت، ولدها خاطر نبكي خاطر تفكرت الطفل درس، الطفل 19 معدل تو يشوه في سمعة الأساتذة والمعلمين، يقرف ما يقرفش مشكلته، ولكن الشرف يلزمنا اليوم نعود نرد الاعتبار للمعلم والأستاذ. شوف المعلمين هذوما اش عملوا مع ولده، تحكي لي
مسيبين ديارهم المعلمين خويا، شوف الطبه اللي يسبوا فيهم زاد الطبه وبيهم وعليهم وكذا، الباهي والخايب في كل دومين ما نجمعوش ما نشملوش. انا مدام بكيت زاد لانه بوتيتر في التكريم كنت نتمنى ونتوقع ناس اخرين اللي عاونتهم اكثر، ربما نتوقع ناس اخرين، انا مش اللي عاونتهم اكثر، الاقرب ليا، الاقرب ليك اللي دخلتهم يخدموا في بلايس. اي انا نعرف هذا، انا تو التاريخ يحكي نهار اخر. اما توقعت انه واحد دخلته انا يخدم يبات ويسمح في داري، اليوم يهزش عليه التليفون، توقعت هذا اخيب شعور في الحياه هو النكران. شكون هذا؟ ارشا عليه. المراه هذه انت امراه اصيله، انت امراه اصيله، انا ما نستحقش الشيء هذا الكل، انا عملت لانه ريت ولدك ولدي، ولو كان كل انسان يتفرج فينا الليله يعتبر ولد الناس ولده، يعتبر ولد الناس ولده، معناتها ولد الناس مرض، ولد الناس مرض نجري له، البلاد هذه تتصلح. انا وخيتي راني عملت اللي ريته واجب، ما عملنا كان الواجب. بالمناسبة نحيي ليكيب الكل بتاع عز الغرغور لأنه ما كنتش وحدي، ونحيي سيرتو الناس اللي تبرعوا لك. أنا ما عملت شيء، أنا بتاتر كنت قاسطة قلت بالصوت، أما نحيي أي إنسان تبرع، وأدعو الناس اليوم اللي يتفرجوا أنهم يتبرعوا. أنت لشكون أعطيه؟ أعطيه ربي خالص لله، أعطي مهمكش، اللي باش يسرق باش يطيح فيه وفي صغاره، اللي باش يهز يحط في مكتوبه. الدنيا راهي امارات، اسمعوا يا ناس، اسمع يا خويا، ما تمنش انت بالله مثلا تمن بالطبيعه، الطبيعه تزرع تحصد، تزرع قمح تحصد قمح، ما تنجمش تحصد حاجه اخرى. دونك انت ازرع فعل باهي، انا حتما ممن هكا وباش نكمل هكا، ممن لانه ممن اللي كون باش نعيشوا عيشه واحده وباش نموتوا الناس الكل ونهايتها موت. معناتها اليوم نفكر انا الدنيا هذه مش جد عليا. الله يرحم سفيان الشهري، نصر الدين مختار، اسعد الملايين، وينهم توا؟ ذكرى قعدوا، ما يقعد كان الفعل. دونك انا ما دام ما عملت حتى شيء، يرحم والدين الناس اللي عاونت واللي تبرعت وما يعرفوكش. وكان شفت يا مدام نهارتك يدخلوا لل جعفر، مش نقص عليك انا. لا جعفر، مش صحيح انك انت ما عملت حتى شيء، انت عملت. غيرك كان يبادر وما يجي حتى شيء يا جعفر. انا نعرف. وغيرك كان ما يبدرش. خليني نعطيك معلومة، أنا مشيت نبحث. هاي سيدي؟ أنا مشيت نبحث. تبحث على شنو؟ استدعينا راجل باش نعاونوه وكذا، ما لميناوش المونطون كامل. أيوا ما لميناوش. بعد مدة عيطولي فرقة تاع المالية، واحد مشيت نبحث. يا علي خوي يعجبك، راهو عرضني، والله راهو ساعات بدوخ في أمرك، راهو عرضني كيفاش انا تحملت وكيفاش انا قلت له هيا وما عنديش مزيه وما عنديش مزيه، ولين نموت ومسامحه في الليله هذه، وهو يعرف روحه مسامح قدام ربي وعباده. هو مش شكابي؟ شكابي. ما يعجبكش. شكابي. شكابيك على شنو؟ قال اعطوني مونطون وهما لموا اكثر. اي صارت معايا. هو كان في اطار جمعيه، كل شيء مقيد، كل شيء منظم. نعطيك معلومه اخرى، أنا كنت مساهم باش تبنى سبيطار تاع زرع النخاع مع جمعية مرام، والسبيطار تبنى السبيطار سيء. للي يحب يمشي يشوف السبيطار وين بنك الدم موجود. علاش تبعث لي للبارح ميساج يا سارق وين فلوس السبيطار؟ السبيطار مبني يا أخي، فلوس السبيطار موجود. للي يحب يثبت الليلة هاو السبيطار موجود، وين بنك الدم؟ مش سبيطار تبنى، كلينيك. كلينيك وتعملت عمليات ونجحت أول مرة في تونس، اللي هي البرة تكلف مليار، نتفكر تعملت في تونس لهنا بغير عملة صعبة بغير كذا. نتفكر جعفر، ثلاثة سنين التالي جيت معايا في كلام الناس تحكي لي على السبيطار مجرد فكرة. ايه بعدها عم ناول تبني، جيت بحذايا تبني السبيطار. تبني السبيطار شنو؟ تبني، فهمتني؟ معناتها عليه سيبونا من الموجات السلبية. شوف انا مقسم الناس زوز، ثم ناس الله ما عافينا من اللي يقوم الصباح وهذا موجود يستنبط في الشر، ان شاء الله ربي يبعدهم علينا. موجود سيب حياته ويستنبط في الشر للغير،
وثم ناس ملي تقوم الصباح تسعى للخير. تسعى وباش نعطيك معلومه وللناس اجمعين، انا ما يقدروا لي على شيء. ما قلت لهم اللي عنده حجره يرميه. لا 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 لحظه لا، باش نعاودها. خطاب انا جعفر القاسمي اعلنها، ما تقدروا لي على شيء لسبب بسيط، مرض ذي والدين. انا عجبتني جعفر حليمه، قالت لي جعفر ما جبتلوش لا ورد لا حتى شيء، جبتلو زوز شهيد. هذاك اللي بكاني اكثر، لانه اليوم ذات بشريه طفل اسافوار. هذاك غدوه تتشوفوه، تتشوفوه، تتشوفوا الدنيا غدوه، تو تشوفوا هذاك ويشد البلاد. هذاك والله لم يشد البلاد، هذا الطفل هذا يشد البلاد ويكون كادر كبير وكادر صالح. الطفل المناضل على صغر سنه. ولهنا التماس لوزاره التربيه والتماس للنقابه، عرضت لكم جاه ربي، القاو حل التلامذة، القاو حل التلامذة. ارانا معاناه كبيره برشا، اراه كونسير الجهل اقوى كونسير، اراه الجهل اقوى كونسير. سيدي وزير التربيه والنقابه، رجاء اقعدوا، رئاسه الحكومه اقعدوا، تفاهموا باش التلامذه يرجعوا يقراوا. يهديكم، راه ما ثماش حل في البلاد هذه الا نقريوا اولادنا باش نهار اخر ان شاء الله ربي يجري على صلاح. سيدي هذوما زوز وردات من عند جاسم الطرابلسي، باش نقول مدام حليمه هي اللي تمدهم. كنت باش نمدهم انا، انا ماذا بيا تمدهم لك، مدهم لك. تحب خلنا نختصر مدام، تحب تقابل جعفر القاسمي ولا؟ يلا تحية كبيرة ليك. أيوة قد أيوة مد هذه شهادة الشكر نتاع جاسم، بيتي نتاع قسم، هذه لون في العلوم كاملة. سمع كيف هو لون في العلوم. مسك ما مشاش الحرام هذيك، حبيت شنو نوصل لك، شنو نقول لك يا جعفر. أي اقعد جعفر اقعد. أي اقعد اقعد بحذايا مدام اقعد. عاشك. جعفور. أبو. هذاك الكادو. يعطيك الصحة. اللي اللي مدته لك. هذا اللي قدرت عليه. زوز ورقات. ها؟ زوز ورقات. بربي جست كيما قلت. للصغيرات زاد اللي يتفرجوا. للصغيرات اللي يتفرجوا. اللي بوك موفر لك كل شيء. كل شيء موفر لك بوك. تاكل وتشرب وصحة بدنك لاباس. وتقول لا ما نقراش. ولا لا باش نبطل القراية. ولا لا. نموذج هذا الطفل هذا يعاني في أخطر مرض في الحياة، وراهو يتداوى الكل نفسي. الطفل هذا لو كان جا كبير ينجم يقاوم أكثر، أما صغير للي جايبين معدلات طايحة وما مش يقراو، حطوا في قلوبكم، منعوا البلاد هذه بالعلم، منعوها أنتوما، احنا صيي منعوها أنتوما، أقراو 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 باش نقاوموا السرطان الأعظم اللي هو الجهل في البلاد هذه. وكاو تحية كبيرة لجعفر القاسم. شكرا لك مدام. جعفور يعطيك الصحة خويا. ميرسي بوكو. يعطيك الصحة على الحضور معنا. تحية كبيرة لجعفر. الله يخليك جعفر. عايشك مدام. يعيشك. من كل قلبي نشكرك يا جعفر. صحيح اللي قبيليك فادلكنا شوية مع جعفر. وخليناه هكا ينفعل شوية وانتم تضحكوا شوية. قلنا هات نغلبوا الفرحة على الحزن ونختموها بفرحة. البعض باش يتهمني أني جاي نبيض في صاحبي، وإلا ما نعرف عاد هذا متعود بيه، وأني جاي نقول لكم راه جعفر لا يستحق أنك تبيضوا، الحق متاع ربي معناتها. وجعفر هاني قلت هو فنان يعمل في الخير، وربي معناتها يوفقه في أنه يعمل ديما الخير ويعاون الناس. وياريت كل الممثلين ولا كل الفنانين ولا الفنانين ولا كل المنشطين ولا كل البرامج انها تسعى انها تحل مشاكل الناس وتعاون الناس. وما التصويره نتاع اليوم الا نموذج على انه اللي يعمل الخير راو يدور 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 ويلقاه.
مشاهدة طيبة للجميع.